عظيم جدا. الزمالك تحس كده ان بيريرا ده اللي هو ايه انبوبه الاكسجين اللي خدها الزمالك في نص الموسم. صح. من وضعك كنت تحس انه الزمالك رايح لمرحله صعبه جدا، الزمالك ممكن تقول انه خسر الدوري كمان من بدري. صح. انه الزمالك مش هيكمل الموسم ده، مستحيل ينجح في اي بطوله. لزمالك ماشي بشكل كويس في الكاس بتاعنا دوت، ماشي الكاس بتاع السنه دي، ماشي بشكل كويس في الكاس بتاع السنه اللي فاتت، ماشي بشكل كويس في الدوري ومتصدر منفردا الان في الدوري. ايه اللي عمله فيريرا عشان يغير كل ده؟ مبدئيا هو الإدارة الحقيقة لازم يشاد بها في قرار عودة فيريرا، لأنه فعلا كان الاختيار الأنسب للمرحلة دي. مدرب زي ما كنا بنتكلم عن الرصيد، هو رصيده مليان لأنه ليه تجربة سابقة ناجحة مع الفريق والجمهور بيحبه جدا. صح. بخلاف سماته الشخصية أنه هو بيجيد أنه هو يطلع اللاعبين الشباب ويصنع منهم نجوم زيه زي أي مدرب في الدوري البرتغالي بتعتمد أنديته على الموضوع ده أساسا عشان يصدر لبره ويجيبوا موارد. فهو كان الرجل المناسب للمرحلة دي، ورجل يملى العين بالنسبة للاعبين فيقدر يسيطر عليهم. صحيح. فريرا يعني تحس ان هو عامل زي كده المواطن المصري حاليا اللي هو بيمشي اليوم بيومه. ايوه صح. ماشي اليوم بيومه مع الفريق. انت بتتكلم على ان اللي هو بقفل على الفرقه بزنق شويه وان شاء الله تعدي، هنيجي على نفسنا بنلعب عبد الغني النهارده هاف ديفندر مع انه اسامه مساك واخر ماتش لعبه مساك صنع جون لمحمد شريف. بس هنمشي بالنسبه لي كانت النهارده عبد الغني كارثه، كارثه فنيه يعني. عبد الغني مكبر اخاك على بطل. عبد الغني ليه لقطات النهارده، عبد الغني ليه لقطات في الملعب النهارده، يمكن كانت في الدقيقه 60 او حاجه كده. يعني هو الاثنين مدافعين بيحضروا، هو بيلعب ارتكاز قدامه مديهم ظهره وبيتمشى. ليه؟ لان هو سنتر باك، لما بتلعب مدافع انت بيجي عليك اوقات في المباراه الكره مش عندك فبتسرح وبتتمشى. فهو اتعود على الرول دي، فهو ماشي في لعب الارتكاز المفروض يجي يستلم الكره. صور بقى فاروق ان انا من النوادي اللي انا اختلف معاك. يعني شفت ان محمد عبد الغني النهارده ادى الدور بس ما اداهوش بامتياز، مش طارق حامد هو ادى دور بس الدفاعي. اللي هو ايه، كنت لسه بتكلم انا وكابتن طارق من شويه انه ما جودش، انه كان بيبوظ الهجمات على المنافس، بيحاول يبوظ الهجمات على المنافس لكن ما بيجودش، مش هتلاقيه كرييتيف، مش هتلاقيه في اماكن زي ما انت بتقول فعلا. بس بشكل عام لا، انا مش شايفه كارثه، انا شايفه انه ادى خاصه ان المركز ده بيعاني منه الزمالك على طول في غير طريق حلو. على طول مفيش تعويض ليه. ده حتى اللي هو البديل اللي هو اساسا جمهور الزمالك مش راضي عنه رؤى حاليا مصاب، فاللي هو طب هتلعب بمين؟ صحيح. طيب انت كمان ماتشين مش هيبقى فيه اشرف بن شرقي. صحيح. مين هيجيب لك اجوان؟ فهو فيريرا فعلا بيزق الدنيا، بيحاول ان هو يمشي الموضوع ماتش بماتشه. صحيح. وناجح في ده. وده يحسن امتى؟ مفترض حسب الكلام، مفيش حاجه رسمي طبعا من اي حد، بس حسب كلامه اخر الشهر طبعا ان هو هيمشي. فبالنسبه له ماتش الاهلي وبعد كده سموحه وخلاص. قعده مفروض جون بيخلص اخر 6 يعني المفروض. صح. هو كده يعني قاعد اكتر من عقد. هو طبعا يعني العقود بتخلص 6 يعني. المفروض هي العقود بيبقى مكتوب فيها 30/6 او نهايه الموسم. طبعا نهايه الموسم دي عند العالم كله بتبقى 30/6. فانت دلوقتي لو انت ملاعب اجنبي هيروح فريق اجنبي بره مصر وعقده خلص معاك، ليه هيستنى معاك وهو فتره الاعداد بتاع الفريق اللي رايح له هتبدا؟ لان هو مرتبط. هو لو مشي 30 ثانيه هيكون الدوري اللي في الفرقه اللي بدا كمان مرتبط كمان بسوء انتقالات. هو مرتبط بموعد سوء انتقالات في دوريات خليج او في دوريات تانية، فلازم نهايه عقده.